ظهر حوالي 200 ألف من أفراد إثنية الروهينجا المسلمة الأحد في مخيم للاجئين في بنغلاديش لإحياء ذكرى مرور سنتين على نزوحهم من بورما. وكان نحو 740 ألفا من الروهينجا فروا من ولاية راخين في غرب بورما في آب أغسطس 2017 بعد عملية قمع للجيش في هذا البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه. ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينجا في أكثر من 30 مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنغلاديش. ولإحياء ذكرى ما يسمونه يوم الإبادة تجمع أطفال ونساء ورجال الأحد في كوتوبالونغ أكبر مخيم للاجئين في العالم حيث يعيش نحو 600 ألف من الروهينجا. ووصف محققون من الأمم المتحدة حملة الجيش البورمي بالإبادة بينما رفضت بورما هذه الاتهامات مؤكدة أنها تدافع عن نفسها في وجه هجمات المتمردين الروهينجا على مراكز للشرطة.